حصلت أخبار الآن على صور حصرية لفتح ممرات إنسانية في سيرت، حيث نجحت القوات المقاتلة بإنقاذ العشرات من النساء والأطفال العالقين داخل منطقة من داخل الجيزة البحرية. وبعد عملية إجلاء آخر العالقين عبر الممرات الآمنة، أعلنت القوات المقاتلة انتهاء معركها في آخر نقطة من الجيزة البحرية. ونترككم مشاهدينا مع هذه الصور الحصرية التي حصلت عليها أخبار الآن، ونذكركم بأن هذه الصور كانت يوم أمس من منطقة الجيزة البحرية لعملية إنقاذ الأطفال وأيضا النساء.